الحلقة برعاية Tooth Corners، مجموعة عيادات أسنان في أكثر من 15 مدينة في جنوب أنتاريو، بيقدموا علاجات أسنان بكفاءة من أفضل الأطباء اللي موجودين في المدينة اللي أنتوا فيها. طبعا فتحوا فرع جديد في لندن أنتاريو، لازم تزوروه إذا حابين تكون عندكم أسنان حلوة وجميلة. بيقدموا كافة العلاجات الطبية للأسنان، عندهم تقسيط لبعض الحالات، إذا أنتوا بدكم تعرفوا أكثر تواصلوا معهم. بيستقبلوا المرضى والمراجعين كافة أيام الأسبوع بلا استثناء، والحالات الامرجنسي لمنتصف الليل. باي ذا واي، ايام الكوفيد ما وقفوا. ليش؟ لانهم بدهم يساعدوكم ان يكون عندكم اسنان جميله. Tooth Corners بترحب فيكم وشكرا لهم لدعمهم للحلقات تبعتنا. رقم تلفونهم 1-888-929-2987. بعيده 1-888-929-2987. سهل جدا يا جماعه، اتصلوا فيهم. واللي في لندن أنتاريو ما تنسوا تزوروا عيادتهم في لندن. سلام. مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع في حلقة جديدة من عاصمة في الطريق. اليوم حنحكي عن دبلينغ، هذه القرية الصغيرة اللي انتو شايفينها احنا وصلناها. برضو حنمشيها بالسواقة لانه خايفين تعتم علينا، ضايلنا مدينتين. فان شاء الله هي قرية صغيرة جدا. دبلين انشهرت لانه اسمها كان بسبب الساتلرز اللي اجوا هون من دبلين، من ايرلند، عاصمة ايرلند، وسموها المدينة على اسم العاصمة تبعتهم. طبعا زي ما انتو شايفين المدينة صغيرة جدا جدا جدا، ومشهورة انه بسموها The Furniture Ontario Furniture City، او مدينة الاثاث. مش عارف ليش، حاولنا ندور نلاقي شو السبب بس ما في سبب. اللي اول واحد بداها او سوى هاي المدينة وبدأ فيها اسمه جوزيف كيد، هو أصلاً من إيرلندا، فسماها تيمناً بمدينته الجميلة دبلن. البيبول هون، الناس هون يبسموا، فين لسموا يعني هذه الطريقة، بسموا حالهم دبلينرز. أو في شغلة غريبة، دايمون، هدول يعني الاسم تبع الناس هون. هذه هي القرية زي ما انتم شايفين، يعني هيك خلص احنا تقريبا انهيناها، فورجناكم كل اشي فيها بشكل مبسط وسريع. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا في دبلن، انتظرونا في الحلقة الان اللي حتكون بعد شوية، يعني مش هنطول عليكم، في عاصمة تانية. هذه الحلقة برعاية Tooth Corners، مجموعة عيادات أسنان في أكثر من 15 مدينة في جنوب أنتاريو، بيقدموا علاجات أسنان بكفاءة من أفضل الأطباء اللي موجودين في المدينة اللي أنتوا فيها. طبعا فتحوا فرع جديد في لندن أنتاريو، لازم تزوروه إذا حابين تكون عندكم أسنان حلوة وجميلة. بيقدموا كافة العلاجات الطبية للأسنان، عندهم تقسيط لبعض الحالات، إذا أنتوا بدكم تعرفوا أكثر تواصلوا معهم. بيستقبلوا المرضى والمراجعين كافة أيام الأسبوع بلا استثناء، والحالات الامرجنسي لمنتصف الليل. باي ذا واي، ايام الكوفيد ما وقفوا. ليش؟ لانهم بدهم يساعدوكم ان يكون عندكم اسنان جميله. Tooth Corners بترحب فيكم وشكرا لهم لدعمهم للحلقات تبعتنا. رقم تلفونهم 1-888-929-2987. بعيده 1-888-929-2987. سهل جدا يا جماعه، اتصلوا فيهم. واللي في لندن أنتاريو ما تنسوا تزوروا عيادتهم في لندن. سلام.